ستة أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا ومستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة هنا في أرضية هذا الميدان، في هذا المكان، في عاصمة ميادين السباقات الهجن، وفي هذا الختامي الكبير، ختامي الختاميات، حيث تلتقي الشعارات وتجتمع الأسماء وكبار الملاك من أجل كسب الناموس والفوز والانتصار. هنا في أرضية هذا الميدان ينطلق شوطنا السابع الذي ينطلق قبل قليل حاملا في تحدياته وفي كشوفاته الحول من فئة المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق دائما للجميع، جميع المجتهدين والمثابرين والمتقدمين والقادمين إلى أيضا عاصمة الميادين. ينطلق هذا الشوط وننطلق مباشرة إلى المركز الأول وإلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط، لأجد المقدمة هناك صدى لحمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني العنود القادمة في هذه اللحظات لحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يتقدم بشعاره الاقتصادي الكبير. انتقل إلى المركز الثالث إلى سمحة بشعار حمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، بينما المركز الرابع فمن وصل ومن تقدم ومن تحرك في هذه اللحظات متقدما بأماله وطموحاته هذه الوثبة لسهيل بن رملي بن محمد العامري يتقدم راعي قبة، يقدم لنا انطلاقة الوثبة وهي على أرضية ميدان الوثبة. أما المركز الخامس فأرى القدوم من الضبية منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين من خلال هذه المنافسة. أما سادس المراكز فوصلت هنا بشعار محمد بن سعيد بن محمد بن إبراهيم يتقدم في هذه اللحظات. هنا في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات، هنا في هذه الاندفاع الجميلة مع هذا التحدي هنا مع اللقمة القادمة في هذه اللحظات. أما المركز السابع سابع المراكز العاند حمد بن عوض بن زيتون المهيري، والمركز الثامن وصلت رسمية بشعار سعيد بن منانة بن قدير الاكتبياتية على المركز الثامن، بينما تاسع المراكز هناك معراض لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، وعاشر المراكز هنا يتقدم في هذه اللحظات ويتحرك في هذا المستوى المميز من خلال وجود هناك سدرة لحمد بن غانم بن سلطان الحديفي. هكذا هو النداء الأول للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة والطامحة عن الفوز وعن الانتصار هنا في أرضية المضمار وفي تحدي الحول. لكني بعود إلى سمحة من غيرت إلى المركز الأول وانطلقت بالصدارة. تتقدم سمحة وتتحرك سمحة وتتصدر المشهد في هذه اللحظات لحمد بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، باحثا عن الانتصار هذا المنصوري الذي يسيطر على المركز الأول، بينما صدى على المركز الثاني. واسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، هذه صدى القادمة بالمركز الثاني
لحمد بن عبد الله بن فارس الدرعي بينما العنود العنود القادمة عنود الصيد هذه العنود القادمة على المركز الثالث تتحرك في هذه اللحظات يقدمها حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يأتي مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي شعار ملبي وشعار جيان وشعار الأسماء الكبيرة والشهيرة التي صالت وجالت في عالم سباقات الهجن وحققت الكثير من الإنجازات والمنافسات. بينما المركز الثالث اللقمة لمحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يأتي على المركز الرابع في هذه اللحظات. أما المركز الخامس هذه الضبية قادمة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين هنا على المركز الخامس. سادسا مع رسمية يا بن منانة هنا في هذا المهرجان الرسمية تتقدم رسمية يقدمها سعيد بن منانة الاكتبي بتاريخه الكبير بتاريخه المميز. هنا يأتي مع هذه الانطلاقة ومع هذا التحدي المميز على المركز السادس. وسابعا مع معراض لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا معراض يا معراض. لكن المسند قادم يتحرك في هذه اللحظات بشعاره مع بلدنا القادمة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يأتي مع هذه الانطلاقة المميزة وتحركت هنا الأسماء وتحركت الشعارات وبدأت المنافسة وبدأ الصراع من أجل الناموس والانتصار. هنا مع هذه الأساطير مع هذه الذلل التي تقدم كل ما لديها من أجل هذا الفوز. لكن بن حفصان يقدم لنا سمحة ويتقدم على المركز الأول بشعاره المميز بانطلاقه المميز مع سمحة حمد بن عامر بن حمد بن حفصان المنصوري بن فارس الدرعي يعرف الميدان جيدا يعرف أمتاره مع جزيل ومع الأسماء الشهيرة الذي شارك بها في هذا الميدان. هذه صدى بدأت تتحرك وبدأت تنطلق وبدأت تسيطر على المركز الأول. حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي المركز الثالث مع العنود بشعار حمد بن غانم بن حمود الظاهري بلدنا الواصلة في هذه اللحظات لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يا أبو عبد الله الواصل بشعاره البواصل بانطلاقاته والقادم من الشحانية من الدوحة للمشاركة في عاصمة الميادين هنا في هذا الانطلاق. فمرحبا بالجميع ولكن أرى بن عويضان يقدم لنا معراض محمد بن سهيل بن عويضان وبن منانا مع رسمية يهو شوط يهو تحدي يهو صراع يهو نزاع من أجل هذا الفوز ومن أجل هذا الانتصار. الدرعي يتصدر المشهد الدرعي ينطلق مع صدى وهو حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي بلدنا الواصلة بشعار ناصر بن عبد الله المسند وصل المسند وغير إلى المركز الأول. المركز الثالث مع سمحة لحمد بن عامر بن عفصان والعنود
حمود لحمد بن غانم بن حمود الظاهري رابعا مع معراض محمد بن سهيل بن عويضان رسمية تتسلل على المركز الخامس لسعيد بن منانة الاكتبي. يهو شوط يهو صراع العمالقة يجتمعون ويقدمون ما لديهم من تحدي ومن صراع. هذا المسند اللي على المركز الأول وبن فارس ثانيا وبن حمودة ثالثا ورابعا شعار بن عويضان وخامسا بن منانة. منطقة الأعلام بلدنا تتصدر تنطلق تقدم العروض المميزة بشعار ناصر بن عبد الله المسند. بينما معراض بالمركز الثاني مع محمد بن سهيل بن عويضان بن منانة يتدخل مع رسمية الواصلة وبن فارس مع صدى بالمركز الثاني يغير على المركز الثاني وينطلق هنا مع بلدنا ومع صدى وبلدنا. واللحظات الأخيرة المثيرة إلى أين السلام إلى أين الفوز؟ بن فارس المسند اللحظات الأخيرة بلدنا صدى قادمة حمد بن عبد الله بن فارس ولكن بلدنا مع الفوز ومع الانتصار. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على هذا الفوز. سلام الخور سلام على هذا الانتصار. المركز الثاني وسط صدى حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. المركز الثالث هنا وصلت رسمية بالمركز الثالث مع سعيد بن منانة الاكتبي. المركز الرابع معراض محمد وسيل بن عويضان العامري. وخامس المراكز كانت الحاضرة هي بالمركز الخامس العنود لحمد بن غانم بن علي بن حمودة. إذا مشاهدينا الأعزاء الفوز والانتصار ذهب من نصيب بلدنا هي البطلة المتوجة بناموس هذا الشوط. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على هذا الفوز. ضنا 10 دقيقة 26 ثانية 4 أجزاء من الثانية ويتسجل التوقيت الأفضل في هذه اللحظات مع بلدنا لناصر بن عبد الله المسند المركز الثاني. وصلت صدى توقيتها الزمني 12 دقيقة 26 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك صدى حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. المركز الثالث رسمية لسعيد بن منال الكتبي. توقيتها الزمني 12 دقيقة 28 ثانية جزءا واحدا من الثانية. بينما المركز الرابع معراض محمد بن سيد بن عويضة العامري توقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية و4 أجزاء من الثانية هي من حصلت على المركز الرابع. وخامسا كانت العنود لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري والتوقيت الزمني 12 دقيقة 31 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.